بجد انت صديقة وفية. مامون pourquoi tu continues de m'appeler? On se comprend même pas. عارف يا صوفيا انه اسمه نصيب، بس غصب عني اعمل ايه، انا جوايا نار نار يا صوفيا. Très bien. Eh ben je vais te bloquer. لا تيجي فين، ما ينفعش تيجي هنا. ما تقلقيش انا هبقى كويس. واد يا مأمون. صوفيا اقفلي دلوقتي طيب، وهكلمك كمان شويه. يلا يلا سلام سلام. ايوه يما. ايه يا ابني مالك من ساعه ما رجعنا وانت قافل على نفسك؟ مفيش يما، مريح شويه. ما قلتليش ايه رايك في البت حنون اللي وريتها لك النهارده في الفرح؟ لا يما خلاص، انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. يا سلام، ده انت من كام يوم كنت هتموت عشان تتجوز، وهتفضل عايش لي على ذكرها؟ يا ابني بطل ذوقك المنتن ده وشوف حنون بنت حلال وتستاهلك. ولا حنون ولا غير حنون، وسيبيني بقى يما عشان عايز انام دلوقتي. ما خلاص يا منيل اتجوزت وسابتك، هتفضل بقى تحب اللي في واحده متجوزه؟ وهو انا قلت لك ان انا رافض حنون عشان بيسا؟ بيسا ملهاش ذنب يما، انا مش عايز اتجوز اصلا. منك لله يا بيسا، مطرح ما انت قاعده ضيعتيني الواد. يما ما تدعيش عليها. الله، ما قلت لك بيسا ملهاش ذنب. انا يما اللي مش حابب اتجوز خلاص، حتى دلوقتي مسميني مأمون العانس. عانس فشر يا حبيبي، ده انت الف من تتمناك، بس شوف حنون. حنون تاني وتالت ورابع، شوف تنقيه امك. ولا هشوف ولا هسمع. واقول لك على حاجه يما، انا مش قاعد لكم في البيت اصلا. الله، يعني هتطفش من البيت؟ لا دي عامله لك عمل بقى. يما هطفش، ده انا حتى مسميني مأمون الطفشات. اوعي طلعني والنبي يا مرعي، والنبي يا مرعي. خرجينا انا الاول، خرجينا انا الاول. ايه النسب الاسود ده؟ يا ريت يا ريت يوم ما كنت جايه تقدم لك كان البيت واقع بيك. يا ريت وانت بتشرب الحاجه ساعه كده كانت الزباط طلعت من غيرك وخلصت منك. الهي كان وقع على قرعتك يا شحات شجربوع اللي اهلك ماتوا من الجوع. وانت كنت داير حاير ورايا كده بالعجله المصديه بتاعتك ترين ترين. ما تتبطرش يا مرعي، احمد ربنا ان خرجنا من تحت ايديها سلام. سلام مين؟ سلام مين ده خبطتني وسط ركبه فكي؟ عايز اروح اعمل اشاعه عليه، عايز اروح اعمل اشاعه عليه. ايه ده؟ انتوا واقفين ليه كده في ساعه زي كده؟ اصل الدنيا حر فوق، الدنيا حر، احنا هربانين من الجحده، من الجحده اللي فوق يا مامون. ضربتنا ومرمطتنا وطردتنا وخلتنا عرضه كده لكل عيل ما يسواش شايل شنطته يقول واقفين ليه كده في ساعه زي كده؟ ايه؟ دي هبرتني. عارف يا مأمون مسكت البتاعه دي ونزلت على دماغي كده اهو كده اهو، عارف سنتها القدامانيه؟ لسه في رجلي. طب اوعى تكون جابت سيرتي في حاجه. لا ما تقلقش، يا جابت سيره اهالينا بس. طب الحمد لله.